بدأ هذه الزاوية محجوب عروة من صحيفة التيار، بدأ هذه الزاوية بقوله: لست أدري لما يتعامل بعض الذين قادوا هذه الثورة السلمية العظيمة بمثل هذه الفوضى والصراعات من أجل مكاسب شخصية وحزبية وجهوية ضيقة لدرجة يتعاركون فيها بالضرب بالكراسي، في حين قدم مئات الشهداء والجرحى أنفسهم فداء لهذه الثورة، لم يطلبوا منها وظيفة أو سلطة أو حتى مالا. من حق الشعب أن يعرف هل هؤلاء القادة من دفعوا لهدم النظام القديم لمجرد أنهم يريدون أن يحلوا محلهم ليمارسوا المراهقة السياسية وطلب الوظائف. يمضي الكاتب وهو يبدي استياءه من تصارع الأطراف حول ما وصفها بجيفة السلطة وكأنها نهاية التاريخ والمبتغى الأوحد لانتصار الثورة. يرى أن هذه الثورة التي احترمها العالم وأيد الشعب وثيقتها السياسية والدستورية رغم تطاول فترة إنجازها، لم يظن أحد أن النتيجة تعطيل جديد وبعض المحاكاة وخلافات ضيقة من أجل أن يكون هذا وهو عضو مجلس السيادة أو ذاك، وكأنه العناية الإلهية على حد تعبير. يقول الكاتب في ختام هذه الزاوية: لم يكن يتخيل أحد من الثوار أنه في حين ذهبت أرواح الشهداء إلى ربها وسالت دماء الجرحى أن تكون هدية قادة الثورة بهذا المستوى المزري من الخلافات حول كراسي السلطة. أفيقوا أيها القادة السياسيون وارتفعوا إلى مستوى الثورة والثوار ومستوى المسؤولية الوطنية والسياسية والأخلاقية، وإلا تفعلوا ذلك فلن يندهش أحد حين يتجاوزكم الثوار والشعب، وحينها حين تستمر الألاعيب والمراهقة السياسية، حينها لا تساعة مندم. صدقوني يا قادة الثورة، الشعب غاضب منكم جدا من تصرفاتكم وتعطيلكم لمسار الثورة ولمصالحه. بالله من فضلكم احترموا هذا الشعب وهذه الثورة حتى لا تضيع من بين أيدينا.